Okay. We'll start in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, one God. Amen. Thank you very, very much, Tasoni. Shkorik Khalas, for being with us. The whole church is very excited to spend time with you and to learn from your experience and to learn from the life of Father Mina. احنا مبسوطين جدا that انت معانا وعايزين نتعلم كتير من خبرتك ومن الحياة بتاعت أبونا. نشكرك خالص. It's my pleasure to tell you about the story of my husband, Father Mina. But please, I ask you to forgive my poor English. I'll forgive your poor English if you forgive my poor Arabic, Tasoni. Okay. Yeah, I will try to speak with the youth in يعني هم اللانجوج بتاعتهم. I will try. Thank you. ربنا يخليكي لينا. بس feel free to speak Arabic. You can speak Arabic. It's okay. معظمهم بيفهمين. Okay. يعني ما تخافيش. Okay. I just wanted to start the first question to Sonny. Tell us about your childhood, where you grew up in Egypt, and what your childhood was like. My childhood, I بفضل أتكلم على فضل مينا childhood. Okay. Okay. My name is Mariam, ميلاد اسكندر. يعني أنا اتولدت في إيجيبت الأميرية كنيسة العذراء هي my church. I graduated from Faculty of Arts and with a diploma, يعني حاجة دراسات عالية, دبلوم تربوي, educational. Okay. My daughter helped me. Okay. And tell what us do you about. Want to know about me else? Tell us about your church. Which church did you attend? أني كنيسة كنت بتحضريها واحكي لنا على الكنيسة دي. كنيسة العذراء بالأميرية هي اسمها كنيسة العذراء صانعة المعجزات. هو كده بيترجم. We can understand. احنا فاهمين. احنا فاهمين. Please go ahead. Okay. كنيسة العذراء كنيسة جميلة وكلها بركة في مكان اسمه الأميرية في القاهرة. الكنيسة دي اتخرج منها كهنة كتير ورهبان وتاسونات مكرسات وراهبات وكلهم ناس بركة وحلوين. والكنيسة نفسها إنشائها كان بمعجزة جميلة. العذراء ظهرت لحد من القديسين ويعني من الآباء. هو اتنيح دلوقتي وهو كان في لجنة الكنيسة واسمه دكتور بايز وكان مشارك في إنشاء الكنيسة. الكنيسة كلها بركة وحلوة خالص واسمها كنيسة العذراء بالأميرية. Thank you. وتفتكري تسوني ليه الكنيسة دي كانت بتطلع رهبان كتير والناس بتخدم ربنا كتير وأساقف, ليه اشمعنا الكنيسة دي؟ كان في ايه مميزة في الكنيسة دي عشان تعمل كده علشان احنا نتعلم لكنيستنا؟ هو كانوا ناس بركة وحلوين وطبعا ايد ربنا كانت تشتغل معاهم والاباء كمان كلهم بركة. ابونا داود شاكر, ابونا جرجس, الاباء كلهم بركة وحلوين وإحنا تربينا على ايديهم اتعلمنا منهم حاجات كتيرة يعني about God. Wonderful. And I'd like to now move to the first time that you met Abuna Mina. أول مرة قابلتي أبونا. احكي لنا عن الموقف ده. In the previous midnight, Saturday midnight, في التسبيحة بتاعت نص الليل في الأميرية. طب هو ازاي تقابلنا؟ يعني ازاي جه فيها أصلا؟ هو أصلا من أصحابي.
أسوار مش من القاهرة، فأحب أبتدي القصة من أول ما اتولد إزاي وصل للتسبيحة. تمام؟ Sure. Please. Yes. Okay. Yes, please. سنة. I studied in English. I will try. It's okay. أبونا مينا was born. الشعب الشعب بيقول لي أقول لك كلمي بالعربي. It's okay. أنا استأذنت منهم. تمام حاضر. أبونا اتولد في أسوان يوم 14 ديسمبر 1974. اتولد باسم صليب. صليب which means cross. Yes. هو eldest يعني هو أكبر واحد في إخواته وعنده أخين مينا وجول. مامته بتحكي إن هو كان quiet and decent child and يعني إن هو كان بيحب الألحان والإبدي. وهو في تالتة إعدادي باباه راح السما في أكسيدنت، والأكسيدنت دي أفكتيف طبعا يعني أثرت عليه بس بوزيتيفلي، إن هو كان ارتبط أكتر بالكنيسة، كان بيحضر ريجولاري تسبيحة نص الليل بتاعت السبت. Nothing can prevent him from this holy time. يعني كان consider it a holy time. معاد خاص جدا ليه، وكان المعاد ده بالنسبة له يعني مهم جدا، حتى لو الفاميلي كده جزر متجمعين أو ليلة امتحان هو manage his time ويقدر يحضر برضه حتى التسبيحة. ما كانش في اي حاجة ممكن تمنعه ان يحضر تسبيحة نص الليل دي، وكان ليه علاقة قوية بربنا لدرجة انه الفاميلي كانوا متوقعين ان هو هيترهب، هيبقى راهب يعني كتر ما هم شايفين قد ايه هو علاقته قوية بالكنيسة وبربنا، وان هو شاب اميك and decent youth يعني شاب حلو كده وديع. بعد كده وهو ثانوية عامة حصل موقف طريف. يعني his mother advised him ان هو concentrate his studies، يركز مذاكرته اكتر عشان يدخل كلية حلوة. ثانوية عامة دي اللي هي grade 12 a critical year in Egypt here. فهو الحقيقة يعني مامته catch him under the blanket. يعني بيمثل ان هو نايم، عامل نفس نايم، لكن هو hear to the hymns الألحان، كان بيسمع ألحان من وراها من غير ما هي تحس. فهي هو ده كان ده كان الشقاوة بتاعته، كان بيحب يسمع الألحان ومامته مش عارفة. فهي اشتكت لسيدنا أبا هدرة متروبوليتس أوف أسوان. سيدنا قال لها يعني اللي قريب من ربنا نشتكيه واللي بعيد نشتكيه، فقال لها سيبيه وربنا هيبارك في وقته وهينجح. وفعلا نجح ودخل فقط كوميرس كلية تجارة وان ايجيب ان كايرو. فهو اضطر بقى هو تليف أسوان في كايرو وملحقش مكان يحجزه في الدورمز بتاعت الجامعة، فاضطر ان هو يقعد سنة اولى في بيت خال كان ليه his uncle his mother's brother in America. Yes. يعني اول ما قعد في بيت خاله ابتدى بقى يدور for a nearest church from the house of his uncle. Yeah. Nearest church دي كانت كنيستنا اللي هي العذراء الأميركية. Yes. Which was the كنيسة وقتها اللي انتوا اتقابلتوا فيها في
الكنيسة وقتها كانت الألحان ضعيفة شوية. الألحان كانت ضعيفة شوية في الوقت ده، ما كانش فيه نت ولا موبايل ولا يوتيوب ولا anything. يعني احنا كنا it is difficult to find someone to teach us the hymn. يعني كناش بنلاقي حد بسهولة انه يعلمنا ألحان. yes. فكنا بنصلي التسبيحة في كنيستنا كل سبت وثلاث regularly. بس most of it in Arabic. مفيش English. sorry مفيش Coptic. yes. يعني حاجات بسيطة قوي في Coptic وكله in Arabic. فلما أول مرة بقى نشوف صليب اللي هو أبونا مينا كان في التسبيحة أول مرة جالنا، كان في تسبيحة نص الليل Saturday night. وهو يعني شفناه كده شاب جميل، صوته جميل. لاحظنا ان هو مش بيحتاج يبص في الكتاب لانه مواظب عليها من صغره. بيصلي التسبيحة كلها حافظها بالإبط. Wow. فطبعا after خلصنا بقى الصلاة احنا كلنا طلبنا منه ان يعمل لنا حصة ويعلمنا ألحان. وفعلا اتعلمنا منه، وكان من كتر حبه للألحان كان اسلوبه جميل جدا جدا. كانت الحصة ممكن تقعد 4 hours واحنا ما نزهقش. يعني هو كان في أولى جامعة شاب صغير، كان ممكن نضحك نهرج في النص، لكن يعني كانت الحصة لذيذة دمها خفيف في نفس الوقت. كتر حبه في الألحان كان بيحببنا في الهيمز. فحفظنا تسبيحة نص الليل كلها من أبونا مينا، وكمان تعلمنا ألحان القداس. ابتدينا نشارك في مسابقات كتير، وابتدى اسم كنيسة العذراء بالأميرية يبقى من الكنائس المتميزة في الألحان. كل ده بسبب أستاذ صليب. عمل خورس جميل جدا، كلهم ولاده اللي ربوه اللي رباهم سوري. يعني هم كبروا على ايده في الشيرش وعلمهم ألحان كده. دلوقتي كنيسة العذراء الأميرية متميزة بخورس جميل وقوي، شطار خالص في الألحان، وبيصلوا كلهم من جمال خالص. كمان أنشأ مدرسة في كنيسة العذراء الأميرية، ابتدى بقى الشباب اللي حفظهم ياخدهم ويعمل معاهم مدرسة، سماها مدرسة الشهيد استفانوس للألحان. الشباب كان هم قدام المدرسة بيعلموا الأطفال الألحان، وكان كل سنة يعمل امتحانات وحضور وغياب، يعني كانت مدرسة بكل المعنى الكلمة. كان فيها روح حماس لأنه كان بيعمل حفل التخرج كل سنة، والأوائل الكتار في الامتحانات ودرجات أعلى درجات بيبقى ليهم هدايا متميزة. فده كان بيدي روح حماس كده، بيفرح الولاد خالص. المدرسة كمان حصلت فيها معجزة حلوة، إن بنت عندها 4 سنين طفلة صغيرة. Yes, we understand. Thank you. All of you? أنا أسألهم. كله مبسوط، كله مبسوط يتسوني وفاهمين. Okay. ففي بنت عندها 4 سنين تاهت وهي خارجة بعد المدرسة، المفروض ان هي بتنتظر مامتها عشان توصلها للبيت، بس مامتها اتأخرت او I don't know why هي تهت. يعني
that is not she was مامتها جت بتعيط وقالت لأستاذ خليل إنه مش لاقية بنتي، فابتدى ينزل كل قدام المدرسة في شوارع الأميرية يدوروا على البنت. وبعدين كمان هو نزل معاهم وهو بص على السماء وقال يا شهيد الطفانوس المدرسة باسم دي رجع البنت. وبعدها في يوم التليفون بتاعه رن انه قالوا له البنت رجعت، ففرحوا جدا وراح البيت عندها وقالوها ازاي وصلتي، لانه مامتها لقيتها بتخبط على الباب لوحدها، فبيسالوها ازاي وصلتي للبيت، فهي طفله صغيره، فقالت لهم كده سموان لابس ابيض وخطين حمر شاورت كده كده بتقول وخطين حمر يعني لاين ريد لاين مسك ايدي ووصلني لحد البيت. ففهموا طبعا مين بيلبس كده، هو الشهيد استفانوس وصلها لحد البيت، وفرحوا جدا وراحوا على الكنيسة كلهم عملوا له تمجيد، عملوا تمجيد. وأبونا جالي البيت اليوم ده فرحان جدا وقال لي شهيد استفانوس النهارده رجع بنتي كانت تايهة، فكان فرحان جدا باليوم ده. فرحة كبيرة خالص. وكنت عايز أسألك تاسونى على أما أبونا جاله الدعوة للكهنوت، كان إيه إحساس أبونا وكان إيه إحساسك؟ عشان طبعا اليوم ده أحيانا بيبقى يوم مرعب خالص، فكان إيه إحساس أبونا وإيه إحساسك؟ هي الدعوة جت لأبونا على ثلاث مراحل. أوكي. يعني أول ما اتجوزنا جديد سنة 2000، اتجوزنا 15 يناير 2000، بعدها بفيو يعني تايم يعني حوالي يعني سنة أو سنتين بالكتير ابتدوا الشعب يرشحوه، كانوا بيحبوه جدا، ابتدوا يرشحوه للكهنوت. في سنة 2009 كان في ترشيح في الأميرية بس ما يعني ما ترسمش في الترشيح ده، ترسموا ناس تانيين هو مين. بعد كده اترسم في 3/3/2012 في العريش، يعني هو اترشح في الأميرية لكن اترسم في العريش في سينا. اوكي. وكان ايه احساس ابونا في حوالين الوقت ده؟ في الثلاث مرات احنا فرحنا، احنا ما كانش طبعا في بالنا خالص الكهنوت، لكن هو كان بيحب ربنا يسوع جدا جدا. لو اكلمكم عن صفات ابونا، ربنا يسوع كان نمبر 1 2 3 4 لغايه 10 بعد كده anything else. فهو كان دايما عينه على السماء، في مواقف كتير من حياتنا بتأكد كده، فهو كان فرحان ان هو كل حياته مش هيفصله ولا حتى الشغل عن خدمته او عن وجوده مع ربنا، فهيبقى كل حياته جوه الكنيسة بس. ف يعني فرح، وانا كمان فرحت لدرجة اني يعني فكرت اني استقيل من شغلي واتفرج معاه بقى للخدمة في العريش، قلت اكيد الكنيسة هناك محتاجة مع ابونا كمان اساعده، وكنت فرحانة قوي بالحياة جوه الكنيسة في العريش. يعني sounds like ابونا had no hesitation، كان هو كان مبسوط خالص انه هو يسيب كل حاجة ويختم ربنا عشان ربنا يعني كان حبيبه خالص. انا نفسي اسالك يا تاسونى، احيانا لما احنا بنقرا عن القديسين وعن الشهداء بنحس عايزين نفكر طب ازاي الناس دي وصلت للمرحله الروحانيه دي، و as a wife كزوجه كان ايه يعني you have a unique perspective، انت شايفه ابونا حياته الروحيه وهو شخصيته بطريقه احنا يمكن عمرنا ما هنشوف احنا حد قديس حد شهيد ونتعرف بيه للدرجه اللي انت كنت عارفه ابونا. فكان احكي لنا عن ابونا حياته الروحيه كان ايه والمعامله معاه كان ايه. كان
Sorry for my bad Arabic. Okay. هو أبونا للأمانة عشان أكون honest هو كان إنسان عادي كان عنده عيوب وعنده مميزات بس إحنا دلوقتي ما ينفعش نتكلم عن عيوبه هو خلاص بقى قديس في السماء لكن البطل الحقيقي في قصة حياة أبونا مينا هو ربنا يسوع بجد كان مدينه النعمة كبيرة وهو رغم إن هو عنده عيوب لكن كان بيجاهد فيها يعني بيشوف نفسه نيرفس احيانا بيجاهد ان هو to be quiet كنا اسره عاديه خالص كنا ممكن نتخانق سوا لكن كان بيجي بالليل ويقول لي يا مريم لا تغرب الشمس على غيظتكم معرفش دي انجلش ازاي لكن يعني هو كانش يحب ابدا Do not let the sun go down on your wrath. عشان خاطر الشباب اللي معايا. أنا عارفها كمان علشان برضو كان أسرتي بتقول لي نفس الجملة فأنا حافظها بالعربي والإنجليزي. فهو كانش بيحب أبدا إننا ننام بالليل وإحنا زعلانين، لازم نكون اتصالحنا قبل ما يعدي اليوم. كمان في حياتنا اليومية أنا شفته إنسان بسيط خالص وخدوم خالص وجوه البيت متواضع يعني التواضع بتاعه مش بس في الكنيسة أو قدام الناس حتى جوه البيت هو إنسان بسيط مش بيفرق معاه كتير الأكل ولا اللبس يعني إحنا 13 سنة جواز ما افتكرش مرة قال لي مثلا انا نفسي في اكل فلاني اعمله لي كان دايما يقول لي احنا بناكل عشان نعيش مش بنعيش عشان يعني مش في اولوياتي خالص الاكل او الشرب او اللبس يعني حتى في العيد كنا نتعب جدا عشان يوافق انه ينزل معانا يشتري لبس جديد ليه كان بيقول في ناس كتير مش بيقدروا يشتروا ايه المشكله ان العيد يجي وما نكونش لابسين حاجه جديده فانا عن نفسي كنت بهتم قوي بالموضوع ده وكنت احب الف كتير قوي على المحلات علشان اجيب اللبس مش متكرر كتير لبس شيك قوي مش عارفه ليه يعني دي كانت هو كان بيقول لي انت مسكينه يعني مش لازم حاجه مميزه في كل التاسونات ثانك يو افتحي الباب عشان بس نشكر ابونا ربنا كان حنين مع ابونا علشان الجلابيه السوداء حلت المشكله دي مش كده خلاص ما فيش جديد وما فيش قديم هي انا اتعلمت من ابونا انا وقتها كنت بقول له هو انت بخيل عشان كده مش عاوزني اشتري جديد لكن فهمت بعدين انه دي درجه اسمى ان احنا ما نفكرش في اللبس ولا في اكل ولا شرب نفكر اكتر في السماء الحقيقه يعني ابونا taught me many things a lot of things يعني افتكر كمان يوستينا بتسلم عليكم بنتي هاي اولز هاي هاي يوستينا ثانك يو لما اتجوزنا نعم اتفضلي انا اسف لما اتجوزنا جديد كان في فلوس كتير عند ابونا لكن مربوطه في شهاده استثمار في البنك لو فكناها قبل ميعاد انتهائها بتخسر فلوس كتير فاضطرينا ناخد شقه ضيقه قوي صغيره في سمول فاول ما ميعاد الشهاده دي انتهى ابتديت انا ادور بقى وعايزه شقه كبيره وجميله يكون فيها ريسبشن وتكون جميله وابونا مش في باله خالص وانا عماله انزل واتفرج وادور وهو من كنيسة لكنيسة من خدمة لخدمة فجيت مرة أنا كنت يعني أبسط يعني زعلانة قوي وبقول له أنت سيبني أنا أدور فهو قال لي كلمة لن أنساها طول حياتي قال لي عارفة يا مريم أنا نفسي في فيلا جميلة
بس في السماء، مش فارق معايا هنا، مش في اربع حيطان سترانا نشكر ربنا. انا مش فارق معايا هنا اسكن فين، اهم حاجه عندي فيلا تكون جميله في السماء. فالسماء فعلا جميله جميله وتستاهل ان احنا نتعب عشانها. يعني اتس لايك حد عنده شقه ملكه بتاعته بس مش جاهزه للسكن دلوقتي، لسه فيها تجهيزات وقاعد دلوقتي في شقه ايجار. اوكي، هل هيصرف بقى ديكورات وماتيريالز وحاجات عشان الايجار اللي قاعد فيها ولا شقته اللي ملكه؟ لا طبعا شقته. يعني بايولوجيك. اوكي، مش الايجار. هو ابونا حسب احنا قاعدين نتعب ونكافح هنا في الدنيا في الايجار، لكن حتى لو سكننا في اجمل مكان وركبنا اجمل عربيات، ف 60 70 80 100 120 حتى ممكن يعيش اكثر من 120. تخيلي لا، حتى ال 120 سنه دول ولا حاجه جنب السما. فالسما فعلا ستروس لايف فور اس، فاحنا محتاجين نكافح ونجاهد عشان السما. يعني ده مش بيمنع ان احنا طبعا نجاهد في الدنيا وننجح فيها، لكن مهم قوي ان احنا لو في حاجه هتعوق السما لا نسيبها عشان خاطر السما. لو في اي حاجه في طريقي هنا عشان انجح فيها اعمل حاجه بتزعل ربنا، لا اسيبها بدون تفكير من اجل ان انا اربح السما. فالسماء جميلة 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 جدا جدا جدا. أنا شفت مكان أبونا في السماء وفرحت جدا جدا جدا، وكان عندي إحساس بالسلام وفرح كبير والراحة. يعني يمكن الإكسبريشنز دي ضعيفة، مش بتعبر عن جمال الإحساس اللي كنت حاساه. فقد إيه السماء فعلا تستاهل إن إحنا نتعب عشانها. رسالة مفيدة. أبونا حسبها صح، رسالة مفيدة. هو دلوقتي في الفيلا الجميلة، هو دلوقتي في الفيلا اللي اتمناها يا بخت. رسالة مفيدة لنا كلنا، وبالذات في السنة الجديدة القبطية كلنا بنحاول نحسن حاجة، وإن احنا نفتكر يعني نفتكر إن احنا كل حاجة اللي احنا شايفينها مأجرينها وخلاص مش بتاعتنا. كنت عايز أسألك تاسونى على اليوم اللي انت سمعتي فيه اللي حصل لأبونا، وكنت فين وسمعتي ازاي وكان ايه what happened after that؟ في العريش احنا كنا في بلد جديد علينا، مش بنعرفها خالص، اول مرة نبقى فيها، وكنت في كل مكان مع أبونا الناس. لكن يوم استشهاده هو كان لوحده تماما. في اليوم ده انا كنت حاسه ان انا very tired and very خايفه مرعوبه من كتر الاحداث، لان الوقت ده كان صعب جدا في العريش، وقت ثوره 30/6/2013، وقت عزل الاخوان، بالذات بعد يوم 3/7 لما السيسي اعلن عزل مرسي. الوقت ده كان حرب بمعنى كلمة حرب في العريش. فيوم استشهاد أبونا أنا كنت خايفة أنزل، مش عارفة ليه يعني. وعلى فكرة في اختبار هنا حابة أقولكم، من صغري في مدارس الأحد في الكنيسة كانوا لما يحكونا عن الشهداء، فكنت مثلا أسمع عن الشهيدة دميانة وإزاي العذابات اللي شافتها وإزاي تعذبت وتعبت كتير جدا، وشهد دول كلهم واللي حط في الهمبازين ويتعصر والحاجات دي كلها. انا كنت بترعب وانا صغيره في مدرسه الاحد، كنت بخاف قوي واحس انه اقول لنفسي لو انت مكان الشهيده دميانة ولا القديسه برباره ولا الشهدات دول والشهيده مارينا، يا ترى هتبقي قويه زيهم وتستحملي ولا هتخافي وتعملي اللي عاوزينه عشان ما تموتيش؟ فالإحساس ده أو السؤال ده كان جوايا. ربنا علمني، اختبرت مع أبونا مينا إنه بيدي مع الاستشهاد
نعمة جرها بجد. يعني أبونا مينا كان إنسان عادي وكان في مواقف ممكن يخاف فيها، وأنا شفته بيخاف في بعض المواقف، لكن وقت استشهاده بأمانة بأمانة هو كان عنده نعمة جرأة عجيبة. أنا كنت بستغرب عليه، أنت إزاي في الأحداث اللي إحنا شايفينها دي والرصاص، كان في حد في شارعنا اتقتل نفس الشارع اللي إحنا كنا فيه، فكنا بنصحى على أخبار قتل وأصوات رصاص وطيارات، كانت الدنيا صعبة قوي، وهو كان في منتهى الجرأة العجيبة. يعني أنا كنت بستغرب عليه، فحسيت أو اختبرت إن ربنا بيدي مع الاستشهاد نعمة جرأة. حتى دي ربنا برضو ما سابهوش فيها، إدانه نعمة جرأة عجيبة، كان يخرج ويفتقد الناس، حتى أنا خفت وقلت له تعالى ننزل القاهرة، إيه اللي مقعدنا في سينا؟ ليه نقعد بالنار دي؟ يعني تعالى نسافر. فهو قال لي إحنا بنعلم الناس بركات الاستشهاد وقد إيه مكانة الشهيد جميلة في السماء، وبعد كده يلاقونا احنا خايفين ومسافرين. معقوله يعني انت يرضيكي؟ فكان بيقنعني بكده انه طالما احنا بنعلم الناس حتى احنا نكون قدوه، وما ينفعش نخاف ونسافر ونسيب البلد. الحقيقه يعني وقت يوم استشهاد ابونا هو كان سايب موبايله في البيت، انا سمعت الخبر من الموبايل انه في اب كاهن اتضرب، وانا تعبت جدا لان موبايله معايا ومش عارف اوصل له، مش عارف اعمل ايه. فاتصلت بالكنيسه وسالتهم، هما كانوا عارفين ان ابونا مينا استشهد لان هو كان في ظهر الكنيسه، لكن ما قالوليش، قالوا لي لما نعرف حاجه هنقول لك. بعد كده نزلت عند جارتي اللي تحتينا، بقول لها الحقيني ده انا سمعت ابونا هنا في العريش الارهابيين قتلوه. فقالت لي هو، وقلت لها هو مين؟ قالت لي ابونا مين. فانا كان في ايدي الموبايل كده رميته، وفضلت اطرم كده واقول بسم الصليب بسم الصليب. فقالت لي ما تخافيش، ده رصاصه في رجلي، روحي المستشفى وان شاء الله يكون كويس. يعني هي اللي قالت لي ان رصاصه في رجله بس. فانا بقى كنت طول الطريق عماله بقوي نفسي واقول لنفسي ما تعيطيش قدامه وخليكي قويه عشان هو ما يخافش وكده، وعماله بقى ايه بشد في نفسي. واحنا اول ما وصلنا الريسبشن بتاع المستشفى وبنسال على ابونا مينا، فقالوا لنا في المشرحه مارش مارش. فاول ما قالوا في المشرحه دي معناها ان هو كده خلاص، مشرحه مش بيخاطوا فيها حد عايش. فطبعا اول ما سمعت الكلمه دي انا حسيت ان انا انفصلت عن الدنيا، في سحابه سودا جت قدام عيني، وما حسيتش بحاجه غير وانا جوه في الاستقبال في المستشفى، وادوني حقن مهدئات وكورتيزون عشان عندي حساسيه في صدري. فلما ابتديت افوق انا حاسه انه انا في كابوس او مش واقع، يعني انا مش في الواقع. عمالة امسك ايديني الناس اللي حواليا عشان اتاكد انا صحيه، وانا صحيه عمالة امسك ايديهم، وكنت عمالة بقول يا رب انا ما اعرفش ربي، لانه البنات كانوا صغننين خالص، يعني جريد 4 جريد 6 جرينا جريد 6 ويوستينا جريد 4. فهو بقى شهيد بس انا ما اعرفش ربي. يعني أنا كل حاجة كنت بسأله فيها، حتى شغلي لما يحصل أي موقف كنت بتصل بيه أقول له حصل كذا كذا أعمل إيه. فكنت مش عارفة، أنا كل اللي بقوله يا رب أنا ما بعرفش ربي، يا رب مش هو استعيد عندك، طب خليني أشوفه، حتى أقول له طب خليني أشوفه أو أسمع حتى صوته في ودني. بعد الجنازة، بعد الصلاة بتاعت الجنازة، أنا سمعت صوت أبونا في ودني زي في حفلة الاستقبال، وحواليه في زحمة كتير، في صوت ناس كتير قوي حواليه، وهو بيقول لي يا مدام اسكتي شوية
انت بتضحكي يعني هو فرحان في حفله الاستقبال وانا عماله ازن على ربنا يا رب خليه اشوفه او اسمع صوت مش فاضي فهو يا دوبك كده ايه جه قال لي اسكتي شويه بس الكلمتين بتوعه دول هدوني جدا يعني كان في نار هنا في صدري ابتدت تهدى خلاص يعني ايه سمعت صوته فهديت شويه وبعدين ابتدى بقى يجيلي كتير جدا كنت بشوفه كتير جدا السلام بتاعه يقول لي انا عايش اول ما يشوفني ايش يقول لي ازيك يا مريم يقول لي انا عايش فدائما انه اي حد سبقنا على السماء هم عايشين اوريدي في الفردوس دلوقتي يدوبك هم بس اتنقلوا من الدنيا بتاعتنا وراحوا مكان اجمل بكتير جدا اجمل من استراليا ومن امريكا ومن كل مكان على الارض مصر ام الدنيا تاسونى سيبك من استراليا فهو كان بيقول لي انا عايش وعلى فكره حصل اختبار عملي حلو جدا الحقيقه يعني كان نفسي جدا اقولها لكم بالانجلش هقوله بالعربي بس اتمنى كل الناس اليوس عندكم يكونوا فاهميني ثانك يو تاسونى تحبوا اذاكر انجلش واجي لكم تاني واقولهم لكم ربنا يخليكي لينا ربنا يخليكي هو الاختبار ده حلو قوي بيأكد إيماننا إنه بشفاعة القديسين ده إيمان صحيح عشان في بعض الطوائف بيقولوا لا إحنا لينا شفيع واحد هو ربنا يسوع بس لا إيماننا إن القديسين اللي في الفردوس هم كمان شفعاء لينا ولما بنطلبهم بيسمعوا لنا وبيشفعوا والإيمان ده صحيح مش بس 100% لا مليون في المية يعني هقول لكم حصل ايه في بعد صلاه باكر في قناه ماري موركس في مسيح كده حلو قوي اللي هو نزل سمثاله وسرب الاله العظمي الراحل في اللاهوت المثلث الاقانيم المسيح ده احنا بنصبح على القديسين كل يوم الصبح فلما أبونا استشهد حبيت أصبح عليه مع القديسين فقلست كده قطعة صغيرة بقول إيه السلام لي حبيبي وجوزي أبونا مينا اشفع في بناتك زيرينا ويوسينا وإيه فحبيت أصبح عليه بالكلمتين دول كل يوم الصبح مع القديسين انا كنت في الوقت ده بشوف ابونا مينا يجيلي كتير فيقولوا لي ايه لما اصحى احكي لهم بقى في البيت عندنا يقولوا لي هو معقوله يعني يجيلي كتير كده هو ما عندوش غيرك لا اكيد عقلك الفاضل عشان بتفكري فيه فانت بتحلمي كتير بيه فعشان ما يفتكروش ان ده عقلي الفاضل راح لابونا بعرفه من العريش وفي نفس الوقت اللي انا ألفت فيه الكلام بتاع خدتوا بالكم انا بقول السلام لحبيبي ابونا مينا اشفع في بناتك جرينا ومسكين يعني بسلم عليه وبطلب شفاعته من اجل البنتين في نفس الوقت اتصل بي اب كاهن من العريش ولقيته بيقول لي معايا رساله ليكي قلت له خير يا ابونا قال لي ابونا مينا جالي وقال لي سلم لي على مريم وطمنها على جيرينا ويوسين فيعني ابونا مينا سمع الكلام اللي انا ألفته عشانه وكمان بعت لي الرصد عن طريق الاب الكاهن ده فقد ايه الشفاعه دي فعلا صح يعني انا اول ما ابونا قال لي كده بتاع العريس قلت له يا ابونا يعني القديسين لما نتشفع بيهم بيسمعونا فعلا بيتشفعوا فعلا حتى مش شرط ان هم كل مره يبعتوا لنا الرد لكن هم بيتشفعوا لنا yes. وده اختبار عملي بياكد الشفاعه ثانك يو تاسونى عندي سؤال تاسونى على احنا نستفيد احيانا كتير في حياتنا بنعدي بامور صعبه واحد ممكن ابنه عيان واحد تاني ممكن حبيبه يروح السماء
واحد تاني زعلان على موقف في أسرته. وأحيانا في المواقف دي بنتعب وإيماننا ممكن يتهز. فإيه النصيحة بتاعتك لينا في الأيام الصعبة دي؟ إزاي how can we have hope؟ هو أي ضيقة أو أي مشكلة لما نسأل يا رب ليه حطيتني في الضيقة دي، كلمة السر أو مفتاح الإجابة هو السمع. أي ضيقة، أي مرض، أي مشكلة إحنا موجودين فيها دي بتكون هي البركة اللي بناخد نوصل بيها للسماء، توصلنا للسماء. يعني ربنا يسوع ما كذبش عليه، ما قالناش الدنيا دي دنيا المتع والفرح بس، بالعكس قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن صدقوا أنا قد غلطت العالم. يعني إحنا في وسط الضيق أو جوه التجربة وجوه النار، ربنا يسوع كان مع الثلاث فتية جوه النار، ففي وسط الضيقة دي لازم تبقى علينا على السماء، لازم نحس انه ربنا اقرب من اي وقت تاني. يعني انا في التجربة بتاعة استشهاد ابونا مينا قد ايه كانت صدمة كبيرة قوي قوي عليا، بس مجرد قلت له يا رب انا من غيرك ولا حاجة، انا معرفش اتصرف، فمجرد ببص على السماء بيبعت لي تعزيات، بيبعت لي سلام، بيبعت نعمة. أول ما نبص، اللي يبص على السماء ما يتعبش جوه التجربة. لما أحس بإيد ربنا معايا وأطلب معونته وأقول له يا رب بدونك أنا ولا شيء خالص، أثق تماما إنه ربنا مش هيسيبني، وإن المشكلة دي بعد سنة سنتين أربعة خمسة كل شيء في الدنيا له نهاية. لكن أهم حاجة أقول له يا رب اعمل فيا اللي أنت عاوزه، مهم اكون معاك في السماء. كل ما احتمل، وعلى فكره ربنا حنين جدا بامانه، مش بيسمح باي ضيقه غير واحنا واثق ان احنا هنقدر نستحملها بمعونته وبنعمته. يعني احنا هنقدر نعديها، بس نكون ماسكين فيه، نكون ماسكين في ربنا قوي، هو مش هيسيبنا ابدا، هيعدي بينا فوق التجربه وفوق الضيقه. Thank you, Tasonى. بجد الكلام ده مش كلام، ده اختبار عملي. يعني في قصة كده علموها لنا في الكنيسة عن حد، هي قصة يعني رمزية، انه حد ماشي في الصحراء، مش عارف انتوا عارفينها ولا لا، ودايما بيشوف رجل ربنا يسوع ماشي جنبه طول الطريق، وبعدين اول ما اتحط في مشكلة شاف رجلين اتنين بس، فزعل قوي وقال له يا رب انت ماشي معايا طول الطريق، ووقت المشكله انت سبتني وبقت رجليا لوحدها. فربنا رد عليه وقال له لا يا حبيبي، انا دي الرجلين اللي انت شفتها دي رجليا انا، وانا كنت شايله. وقت استشهاد ابونا مينا انا اختبرت القصه دي، وكنت حاسه فعلا اني متشاله. اختبرت يعني ايه كلمه متشاله. ربنا بيكون قريب قوي قوي جدا، وبيسمع جدا مننا وقت ضيق او وقت المشكله. نكون واثقين في حبه، هو حبنا اكتر واحد في الدنيا، فمش ممكن هيسيبنا وقت ضيق. يعني مين اكتر حد في الدنيا هنا حبك يا ابونا؟ باباك ومامتك مثلا؟ يس. هل باباك ومامتك يقدر يخلعوا روحهم ويدوها لك؟ نعم. But they would if they could. لأنها يعني لو يقدروا، هي مش ملكهم. هي مش ملكهم فما يقدروش. فحبهم مهما كان كبير قوي، فهو ما يجيش حاجة جنب حب ربنا يسوع. إدانا روحه القدوس يسكن فينا من أول ما تعمدنا. نخرج كده من جرن المعمودية، الروح القدس ساكن فينا جوانا، روح جوانا جسد ودم، بناكلهم كل يوم على المذبح. ده أعظم حب ممكن نلاقيه. يعني في أحد القديسين قال كده، لو علم البشر مقدار حب الله ليهم لماتوا من كتر الفرح. يعني فرحة جدا جدا لدرجة. فقد إيه ربنا حبه عظيم. لو إحنا واثقين في حبه
حتى جوه الضيق او جوه التجربه هنكون واثقين ان هو معانا ومش هيسيبنا وهتعدي. Yes, thank you تاسونى. Thank you. Another question, احيانا اما احنا ككهنه كخدام وبنشوف ناس في مواقف صعبه وعايزين نسندهم نصلي لهم نعمل حاجه ليهم بس احيانا مش عارفين نعمل ايه. ممكن مره نروح نفتقد وبعد كده نقول لو محتاج اي حاجه قول لي بس ما حدش بيطلب. فيا ترى تفتكري في الوقت الصعب في ايه؟ في حاجه حد عملها حاجه حد حتك علشان احنا نتعلم منها ونقدم ده للناس تانية في الوقت الصعب بتاعهم؟ نصيحة ان احنا نعزي يعني we support ازاي؟ ان support ان احنا نصلي من اجلهم لان السندة لما بتيجي من السماء مفيش اي بشر بيقدر يعمل زيها. فلو صلينا كتير من اجلهم من قلبنا فعلا بحب ليهم دي سندة حلوة مننا. حاجة كمان ان احنا نربي اطفالنا جوه الكنيسة بقى كخدام ان هم ماسكين في ربنا نعلمهم. يعني انا برضو قلتك كنت سألتني عن الكنيسة اللي تربيت فيها. اتعلمت من صغري في الكنيسة انه ما احزنش على حد راح السماء ودي كانت حاجة في تنشئتي من صغري. مش بلاقي دموع بعد الصلاة والجنازة بتاعت حد انتقل للسماء لكن هو وفي الصندوق قدامي انا حاسه بيه ومتخيلاه هو دلوقتي في فرحه كبيره قوي في السماء فمش لاقيه دموع مش قادره اعيط لان حاسه قد ايه هو سعيد دلوقتي فازاي انا اعيط. طبعا حلو ان احنا نعبر عن مشاعرنا وحلو ان احنا نبكي وطبعا فراق الاحباء لينا ده لازم طبعا ان احنا نعيط وانا ما انكرش ان انا عيطت طبعا عشان فراق ابونا عشان مش هقدر اشوفه معايا بالجسد تاني لكن ده يكون لوقت معين لكن ما ينفعش اسيب الحزن يسيطر عليا. فاحنا كخدام لازم نربي ولادنا من صغرهم ان هم يجروا على ربنا وقت الضيق وهو اللي بيدي السندة اللي ما فيش اي بشر يقدر يديها. يعني انا يعني في الاول كان في ناس كتير بييجوا وبيزورونا وبيعزونا في البيت اول ما الناس كلهم خلاص الوقت خلص وكله روح بيته وانا قاعدة لوحدي. اكتر حاجة نفعتني تربيتي في الكنيسة اكتر حاجة افادتني اللي اتعلمته بقى من صغري اعمل ايه في الوقت ده اتصرف ازاي افكر ازاي اسيب روح الحزن يتملك عليا. احيانا في بعض الارامل انا بخدمهم بحب قوي خدمه الارامل لاني حسيت بيهم وحسيت باحساسهم وعارفه يعني هي ممكن تكون حاسه بايه فبحب اخدمهم وازورهم. فشفت بعض الستات روح الحزن لما يسيطر عليها قد ايه بتبقى تعبانه قوي قد ايه كل شويه بيغمى عليها قد ايه ولادها مكتئبين مش عارفين يكملوا حياتهم لانه فقدوا بابا وفي نفس الوقت ماما تعبانه خالص ضايعه. فقد ايه الواحد لما روح الحزن بتسيطر عليه دي حاجه صعبه جدا وبتدخل في مشاكل كبيره جدا. فحلو قوي ان احنا نتربى من صغرنا جوه الكنيسه احنا بقى كخدام نعلم ولادنا ان وقت الضيقه ابص على السماء اعبر عن مشاعري ضروري جدا اعبر عن مشاعري عشان نفسيتي تبقى سويه لكن اكون واثقه من حب ربنا اكون واثقه ان كل شيء بسماح مني وان هو هيقف معايا ومش هيسيبني وان كل حاجه هتعدي وان اللي سبقونا مثلا على السماء هم سبقونا حط تحتها خطوط كتير قوي هم سبقونا احنا هنروح لهم هم فرحانين واحنا هنقابلهم بعد كده وهنفرح معاهم. احنا دلوقتي في وقت انتظار وبعد كده هيجي الفرحه الكبيره معاهم في السماء. بس فاحنا كخدام احلى حاجه ان احنا
نربي أطفالنا على يمسكوا في ربنا وقت دقيقة يجروا عليه. احنا كخدام نصلي من أجلهم كتير عشان ربنا يبعث لهم إنسان ده ونعم. Thank you, تاسونى. أبونا استشهد بقاله تقريبا 10 سنين وكتب اتكتبت على حياته ومعجزات كتيرة حصلت. فنفسي تقول تحكي لنا تاسونى معجزة من المعجزات اللي أثرت فيكي ويعني your favorite one، أحلى واحدة عندك. الحقيقة في معجزات كتير جدا جدا. احنا عملنا 6 كتب وشغالين في الكتاب السابع كمان. كلهم معجزات جميلة وقوية وكلهم my favorite. أفتكر فيه. بس على فكرة عاوزة أقول حاجة مهمة قبل. المعجزة جميلة بس ما ينفعش نجري ورا المعجزة، ولو ما حصلناش معجزة نزعل من ربنا ونزعل من القديس اللي تشفعنا بيه. الكلام ده ما ينفعش. احنا ايماننا ان احنا واثقين فيك يا رب. لو انت يا رب حققت لي طلبي بشكرك، لو انت ما حققتوش 100 مرة بشكرك يا رب، لان اكيد طلبي كان في حاجة مش لفايدتي او لخيري او للسماء. ما احنا اتفقنا بقى ان كل حاجة كلمة السر مفتاحها هو السماء. فلما نسمع المعجزات اللي انا هحكيها مش معناها انه ضروري ربنا هيعمل لي معجزه على ايد ابونا مينا او حد من القديسين. يعني دايما اقول يا رب لتكن مشيئتك. انا نفسي يا رب انك تحقق لي طلبي، تحل لي مشكلتي، تشفي المرض. لكن لو كل ده ما اتحققش انا برضو بشكرك يا رب وواثقه في حبك. تمام. في معجزه حلوه قوي عشان هي موثقه بتقارير واشعه وكده، بحب احكيها. هي واحدة اسمها مريهان جمال من الامرية، وهي اتربت في مدرسة الالحان، كبرت فيها لانه مدرسة الالحان ابونا خدم فيها 19 سنة، ففي اجيال كبرت جوه المدرسة. فمريهان كانت بتحب ابونا مينا خالص، وهي كانت حامل في الشهر 9. وليلة الولادة في الليل الدكتور بيعمل سونار، فقال لها ان الولد الجنين يعني ضعيف جدا ووزنه 1.3 كيلو بس، والرئة ناقصة مش كاملة. فهو لازم هي هتيجي بكرة الصبح تولد قيصري سيزيريان اعتقد، ويتحط في الحضانة عشان الرئة بتاعته تكتمل. فهي كانت خايفة قوي على طفلها، لأن هي قبلها برضو حملت حمل غير ناجح، يعني سقطت كذا مرة قبل الحمل ده. فهي صلت كتير وتشفعت بأبونا مينا، وهي داخلة العمليات حطت صورة أبونا مينا جوه البوني اللي بيلبسهم كده بوني. فهي حطت صورة أبونا مينا وكانت متشفعة بيه جوه العملية. هي طول الوقت شايفة أبونا مينا واقف جنب الدكتور وبيبصلها ومبتسم. والولد اتولد، بس يا أبونا من بالليل للصبح الولد ابنها اتولد 2.6 كيلو ضعف الولد، وكمان الرئة كاملة ومتحطش في الحضانة وروحوا بيه. فكانت فرحانة جدا، والدكتور اداها السونار بتاع بالليل والتقرير بتاع الولادة، وقال لها ان دي معجزة لانه كان محتاج اسبوع تاني في بطنها عشان يوصل للوزن ده والرئة بتاعته تكتمل. فكانت معجزة حلوة قوي من مريهان جميل اسمها مريهان. في معجزات كتير كتير، ومعانا احنا كمان ومع البنات في حياتنا اليومية حاسين بإيد ربنا وبشفاعة أبونا وحوطانا. باركت وشفعته معاكم يا رب ومعانا. Thank you, تاسونى. Thank you. I just have 2 questions left. One question: لو في أي حاجة تاني تحبي تقوليها لنا نستفيد منها عن خبرتك أو عن أبونا، في أي حاجة تانية عايزة تقول لنا؟
في حاجات كتير جدا. قصة أبونا على فكرة طويلة ومليانة فيها دراما وفيها فكاهة وفيها أكشن، في حزام ناس في وقت استشهاد أبونا، في قصص كتير أنا ما قلتهاش لكن ممكن في لقاءات ثانية عشان نفسي جدا أفكر إنجلش كويس وأقولها لكم بالإنجلش. Thank you تاسونى. وآخر سؤال، لو تاسونى تدينا نصيحة كلنا للسنة الجديدة القبطية، حاجة نحاول إحنا كلنا نعملها في السنة الجديدة. هو أب اعترافي دايما يقول لي مفيش حاجة اسمها في حياتي الروحية أنا واقف مكاني، أنا يا إما بمشي لقدام أو بكون برجع لورا، مفيش حاجة في حياتنا الروحية اسمها أنا واقف مكاني أنا كده ساتسفايد، لا لازم دايما في كل سنة جديدة اخد حاجة تدريب ليا أتعلمه في السنة الجديدة، حاجة جديدة أتعلمها، أزود مزمور جديد في صلواتي، أشوف أنا بحب إيه وأعمله، أزود في قراياتي، أقرب من ربنا أكتر، أحضر اجتماعات أكتر، أسمع عظات، أسمع أتعلم ترجمة جديدة، دايماً أكون ماشي لقدام في حياتي الروحية، دايماً بتعلم حاجة جديدة، دايماً أحط نفسي جوه وسط روحي. يعني أشوف البروجرام بتاع اليوم بتاعي طبعاً حسب شغلي، يعني الدكتورز مثلاً وقتهم بيري بيزي ما ينفعش نطلب إنه يصلوا حاجات كتير ويبقى ليهم قانون روحي كبير، فكل واحد مع أب اعترافه دايماً أزود ولو حاجة بسيطة قوي صغيرة في حياتي الروحية، دايماً أمشي لقدام، دايماً أتعلم حاجة جديدة، ما ينفعش افضل ثابت وخلاص واقف على كده زي ما انا، لاني هكون برجع لورا مش بطلع لقدام. يعني you understand me؟ Yes, thank you تاسونى. We understand. Thank you. And thank you very very much for being with us. مشكورك جدا، واباء الكنيسه بيشكروكي خالص، والشعب كله بيشكرك، وصللنا كتير، وان شاء الله نتقابل. Thank you. ان شاء الله نتقابل قريب. مرسي وشكرا على وقتك. Thank you.